بطريقة سلامة للجميع. تحية لكل المعلمين، تحية الأولياء، تحية للتلامذة اليوم يرجعوا للقراية. نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله ترجعوا سلامات للناس الكل، سيسر واحكم سرتو التباعد الاجتماعي، سرتو زاد حتى من الأولياء، ما غير ما تقعدوا قدام المكاتب بثلاثة ولا أربعة سوايع، وصلوا صغيراتكم وروحوا على رواحكم وتكونوا المثال حتى للصغيرات متاعكم. تتسويت نمشيوا للمساج أنفوي. ما تمنعنيش من الكورونا وتقتلني بالشر. العالم الكل في لخبطة دائمة بسبب جائحة الكوفيد. مهما كانت قوة البلاد على المستوى الاقتصادي ولا الصحي ولا غيره، زعماء طاحوا تعاركوا مع الكوفيد، تحدوه وغلبهم. عالم كامل ناس وبزعماء وبوزترهم تخبطوا في قرارات استثنائية. ناس شدت الدار، أرزاق تقطعت، دول انعزلت، حدود سكرت. الحاصل أشهر توا والعالم يهز رجل تغرق الأخرى. بحكم الخدمة احنا مطالبين بمتابعة الأخبار والقرارات الحكومية. بصراحة مانيش من دعاة التمرد، بل بالعكس نعتبر نفسي من المطالبين باحترام وتطبيق أي قانون بحذافيره. لكن بصراحة نسبة كبيرة من القرارات اللي تم اتخاذها في خصوص مكافحة الكوفيد ما هيش عادلة، ما فيهاش مساواة، وفيها برشة تدمير للمعنويات وخاصة قطعان الأرزاق. الهدف المشترك بيناتنا الكل هو التنقيص من انتشار العدوى، وفي وقت لاحق إن شاء الله ومش بعيد يكون القضاء على الهالفيروس اللعين. الهدف هذا ما يعطينيش الحق نكون غير عادلين بين أبناء الوطن الواحد، وخاصة يكون الحل موجود قدام عينينا. أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المشاريع الصغرى والمتوسطة متعدين بجحيم، شبح الإفلاس مخيم عليهم، نقص في الإنتاج والمداخيل، مخنوقين بالضرائب، والبنكة تسنى فيهم في أول دورة، وإحنا نخسر عليهم كان إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. بربي وبرا ربي معك، منين باش تخلص ديونك، منين باش توكل صغارك، باختصار منين باش تعيش. مش معقول ناس تبقى تخدم وناس تسكر، مش معقول ناس تربح وناس تفلس، خاطر الدولة وحدة وحدة قررت هكا. يهديكم شوية اجتهاد في اتخاذ القرارات، نكونوا إنسانيين ونفكروا في غيرنا، في نفسيتهم، في جيبهم، في حياتهم، في مستقبلهم. القرارات باش تخلق صراعات بين الجار وجاره، وبين المواطن وخوه المواطن. أسهل حاجة هي الغلق، تكون قاعد في بيروك ساق على ساق، كل شهر الدولة تصب لك شهريتك، وبتصحاحة تقضي على موارد رزق ألاف إذا كان مش عشرات ألاف المواطنين. الدولة غير قادرة على التعويض، وهذا نفهموه، الفقر مش عيب، لكن الظلم أكبر عيب. نراجعوا قراراتنا اليوم قبل الغدوة، نكثروا من الدراسات، نراعيوا الناس ونخموا في موارد رزقهم، مش تحاول تمنحهم من الكورونا وتقتلهم بالشر. العدل يا ناس، المساواة يا مسؤولين، شوية ذكاء شوية تفكير، اخرجوا من برواتكم، احكيوا مع الناس وفهموا مرض المجتمع الحقيقي. وانتم تقول أهل الكهف حابسين رواحكم بين أربع حيوط، لا عاد تفهموا لا تطعموا القيم الأساسية بتاع الحياة. مساج أنفوي. شكرا معاذ في المساج أنفوي. رجعنا معكم، نخليكم أبوز بتاع موسيقى ورجعنا.